ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجدي، هنتكلم على توقعات شهر يوليو العام 2022. شهر حلو جدا جدا، يعني بالنسبه لنا عندنا الشمس بالمنزل السابع، عندنا فيه كتير من الخطوبه والزواجه، نسمع افراح كتير جدا لاصحاب برج الجدي خلال هذه الفتره او الشهر ده. مبدئيا احنا عندنا اول 20 يوم او اول 21 يوم الشمس موجوده ببرج السرطان، بعد كده بتنتقل على برج الاسد. فاذا احنا عندنا اول 21 يوم هيكون فيه كتير تحضير لخطوبه، تحضير لفرح، في زواج، في بدايات، في خطوات رائعه جدا 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 متعلقة بأمور عاطفية، في تجهيزات كتير، في مواليد أو تجهيزات لمواليد بالنسبة لنا، أخبار سارة جدا متعلقة بأصحاب برج الجدي. طيب إذا كمان عندنا الوضع المهني، إحنا عندنا كتير هيكون في شراكات مهنية، دعم مهني، هيكون عندنا أشخاص بيدعمونا سواء بنصيحة سواء بقول سواء بفعل سواء بتصرف، ففي حالة من الدعم الهائل كتير، اشخاص هيعرضوا علينا عروض مهنيه. عندنا كمان هيبقى في الشراكه المهنيه او اللي هو العمل الجماعي، هيبقى فيه دعم كتير هايل ليكم، هيحقق ليكم اسم، هيحقق ليكم قوه، هيحقق ليكم مكسب. فاذا العمل الجماعي هيكون مكسب كتير لاصحاب برج الجدي. برج الجدي كمان الوضع المهني احنا عندنا فيه تصحيح لقرارات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا هيكون عندنا بعض القرارات اللي اتخذناها بشكل خاطئ مع الحبيب، او ان الحبيب فهمنا بصوره خاطئه نوعا ما، فهيكون عندنا تصحيح لهذه الامور، في تصليح علاقات مهنيه، في تصليح لخطوات مهنيه، تعاملات مهنيه. فاذا عندنا العديد والعديد من التركيز في الشان المهني جدا، يعني عندكم ان انتوا هتبقوا هتلاقيكم ماسكين اوراق كتير، هتلاقيكم مركزين اكتر، هتلاقيكم ان انتوا بتدوروا على ان انتوا تعملوا تعاملات مع فلان، شراكه مع علان، فيبقى ده موجود بصوره كتير قويه. الى ان احنا بالنسبه لنا من يوم 20، لان عطارد هيكون متواجد ببرج الاسد من يوم 20، فهيبقى بالنسبه لنا ده المنزل الثامن شويه، فهنا ممكن يكون في مشاكسات. يعني هنا انا الحذر، ابدا ان انا احذر من يوم 20 ولا احذر التحذير بتاعي في الفترات الاوليه اللي هي اول 20 يوم؟ لا، انا احذر في اول 20 يوم من ان انا عندي شراكات مهنيه واشخاص كتير يردوا عليا نصايح ومش عارفه ايه وايه وايه. حلو قوي، بس عليا ان انا اكون مركز وواعي جدا لكل نصيحه انا بسمعها، عليا ان انا اكون مركز كويس قوي على كل شراكه انا بقوم بيها مع فلان او علان، عليا ان انا اكون مركز بشكل كتير قوي على ايه اللي بيجمع ما بيني وما بين فلان، اوراق الورق ده عباره عن ايه، بنوده عامله ازاي، الجو ده كله. فلازم يكون مهتمين كتير بالتفاصيل المهنيه. ليه؟ لان ده ممكن يعمل مشاكسات من يوم 20، تمام؟ يعني مش هتاخدوا بالكم الا بعد يوم 20. فبرج الجدي انت هيكون عندك الوضع كتير يعني مختلف شويه، فاحنا من يوم 20 هنخلي بالنا من النقاط اللي اتكلمنا عليها اول 20 يوم، لكن من بعد يوم 20 كمان هنخلي بالنا من حاجه تانيه. لو انت هتدخل شراكه مهنيه جديده، لو انت هتبقى في تعاملات ورقيه او حسابات او امور قانونيه او قضائيه، فلازم اخلي بالي كويس قوي، واخلي بالي اكتر من التهور، اني اتهور بامضاء، بقرار، بتوقيع، مش عارف بيع، بشراء. البيع والشراء اول بالنسبه لنا 20 يوم حلوه، لكن البيع والشراء بالنسبه للفتره اللي هي المتعلقه باخر 10 ايام مش حلو، فلازم نكون واخدين بالنا كويس قوي 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 من النقطه دي، تمام؟ او التعاملات الماليه والتعاملات القانونيه والقضائيه الى اخره. طيب برج الجدي، الوضع الخاص برضو بالامور الماليه، الوضع المالي بالنسبه لنا احنا هيكون عندنا دعم مال من اشخاص، يعني في اشخاص بيدعمونا من الناحيه الماليه، في مساعد مالي ليك. عارف يعني ايه؟ يعني شخص مثلا ممكن يكون انت عندك تعثر مالي في حاجه معينه، هو بيساعدك، هو بيدي لك فلوس من الاخر، بيجيب لك مش عارفه ايه، بيعمل لك ايه الجو ده. كمان النقطه الثانيه هيكون عندنا في زي هدايا، يعني احنا في هدايا بنعرض ليها، في مثلا حاجه ليها علاقه بامور خاصه باوراق خاصه مش بعرف بايه، فحد يخلصها لك هو، ففي ده جدا، فده في بيعمل تسهيلات لامور ماليه، فانت بالفعل عندك تسهيلات لامور ماليه يا برج الجدي بصوره كتير قويه. والامور القانونيه انت عندك اول 20 يوم في انتصار في امور قانونيه وقضائيه، لكن انك تدخل بامور قانونيه وقضائيه اخر 10 ايام مش حلو. شوفوا الفرق، يعني عندنا عامل التوقيت او عامل التوقيت مهم جدا، مهم جدا لكل برج من الابراج. طيب برج الجدي الوضع العاطفي،
الامور العاطفيه بالنسبه لنا احنا عندنا هيكون كوكب الزهره عند انتقاله ببرج السرطان، ده المنزل السابع لينا، لكن هو موجود ببرج الجوزاء اول 17 يوم. انا على ان انا احدد لك النسبه لان في اختلاف هيكون متواجد. الوضع العاطفي اي نعم هيكون في شراكات وفي تحضير لخطوبه وتحضير لزواج والخ، لكن في نقطه كتير مهمه، ان هيكون عندك ان انت بتحاول كتير تقرب للحبيب او تصلح علاقه، او ان انت بتحاول كتير ان انت تصلح مفهوم الحبيب عنك، او انت بتاخد مفهوم الصحيح عن الحبيب. ففي ده في تصليح للعلاقات، في محاولات للقرب، في مساعي للاستقرار اكثر فاكثر، فده هيؤدي في الاخر الى ان يحصل فيه للناس اللي مش مرتبطين، يعني ارتباطنا لسه في البدايه، الى تعزيز العلاقات وتقويه الروابط العاطفيه. وبالنسبه للناس المتجوزين هيبقى برج الجدي عنده نسبه مواليد عاليه جدا على فكره، فممكن يكون الوضع الصحي ده متعلق بمواليد، يعني ان يكون في مواليد، فبه اهتمام بالصحه، في معالجات، في زياره طبيب، في اشاعات، في تحاليل، في الاجواء دي موجوده عند برج الجدي. الحبيب هيبقى داعم كتير لشخص الجدي جدا في بعض الامور الصحيه، يعني برج الجدي ممكن يكون عنده معاناه صحيه او ضغط صحي، الا ان الحبيب الخاص بيك هيبقى داعم، او العكس، او العكس بالنسبه لك، يعني الحبيب هو اللي ممكن يكون عنده بعض الضغوط الصحيه وانت اللي بتدعمه وانت اللي بتقف معاه وبتكون بجانبه. برج الجدي الامور المتعلقه او الوضع المتعلق كمان ب الناس المنفصلين كتير 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 يا برج الجدي، من الاشخاص المنفصلين بيحاولوا كتير تعزيز العلاقات، تعزيز روابط عاطفيه، بتحاولوا كتير ان يحصل فيه ترابط اكثر، ود اكثر، يبقى في نجاح في العلاقه اكثر الخ. فاذا بتدوروا على ده، خاصه الاشخاص المنفصلين لسه عن قرب، او الناس اللي عندهم مشاكسه في الوضع العاطفي، لان برج الجدي عندك مشاكسه شويه مع الوضع العاطفي مع بعض الابراج كمان بالذات، يعني انت مع بعض الابراج بتحاول كتير انك تتحسن بالعلاقه وبتصلح العلاقه وتقويها بشكل كتير قوي، بالذات مع الابراج الهوائيه، برج الدلو، برج الميزان، برج الجوزاء جدا. فانت بتعزز علاقاتك مع الابراج الهوائيه وبتحاول كتير تصلح علاقتك معاهم، لكن في ابراج انت متخاصم معاهم، في زعل، في شويه عدم تفاهم، برضو بتحاول تصلح، زي برج العذراء بتحاول تصلح علاقتك معاه نوعا ما. فاذا في ده للناس اللي هم ببدايه الانفصال، انتوا بتحاولوا كتير تعززوا علاقات، والناس المنفصلين بقالهم فتره، فلو البرج ده برج هوائي او برج العذراء ترابي او برج الحمل الناري او برج من الابراج المائيه العقرب، فيكون عندك محاولات للرجوع، يا اما هم بيسعوا كتير الى الرجوع خاصه لو برج العقرب. فده بالنسبه للوضع العاطفي، زي ما احنا متعودين بنتكلم على الوضع العاطفي بصوره مفصله وعلاقتك مع كل برج والدنيا بتبقى ماشيه ازاي مع برج الجدي في الوضع العاطفي، ده هنحكي عنه في فيديو لوحده خاص بالوضع العاطفي. المهم الامور العائليه والاجتماعيه بقى، لان الوضع العائلي والاجتماعي احنا عندنا في تعزيز علاقات بشكل كتير قوي عائليه، لان عندك مشاكل عائليه، مشاكسات، بعض الاختلافات، حتى ممكن تكون اختلافات وجهات نظر، يعني انت عندك اختلاف وجهه نظرك مع فلان، مع اخوك، مع اهل، مع ايا كان بقى الاهل مين يعني، لكن هيكون يا برج الجدي لا في محاولات لقرب، ان يحصل فيه هيبقى في بعض الانتقاديه شويه، يعني هيبقى في امور جدليه شويه، الا ان هيبقى في بعد كده يعني تصليح علاقات. بس في اشخاص هم مش انتقاديين معاك وبس، في اشخاص انتقاديه بغيره شديده جدا، يعني انت عارف ان هم غيرانين منك كتير، او كارهين ليك الخير جدا من المقربين ليكم، فهتبقى عندك حاله اللي هو انا بعمله، انا بعامله او بعمل يعني بعمل معاه كده، او بتعامل معاه اللي هو بما يرضي الله كده، اللي هو يعني ايه عشان خاطر ربنا والسلام لله، عارفين لما تيجي تعامل حد وانت اصلا بتعامله، وانت لو عليه هو شخصيا انا مش هعاملك، لكن لو على ان اعامل فيك ربنا كصله رحم والخ، هو ده المرغوب يعني. فده اكتر الامور اللي هتكون موجوده عند برج الجدي، او الوضع اللي متخذ فيه شان عائلي مع بعض الاشخاص اللي انت عارف ان هم حاسدين ليك وكارهين الخير وبيتكلموا عليك وفي ظهرك بشكل كتير سلبي او مش كويس، او بيقوموا الدنيا عليك يعني، لان ده موجود، موجود جدا. برج الجدي الوضع اللي ليه علاقة بقى بشأن اجتماعي، انت عندك صحبة حلوة وناس كتير بتتواصل معاهم وبتتكلم معاهم، عندك كتير اتصال او رجوع، اتصال او تواصل مع احد الاصدقاء اللي يمكن يكون بقالك كتير ما اتكلمتش معاهم، ما تواصلتش معاهم، فهيكون في اتصال وود وتقارب اكثر فاكثر.
ده ببساطة جدا شكل التوقعات، لأن كمان عندنا طاقة عالية كتير ليها علاقة بالمريخ، موجود ببرج الثور، ده المنزل الخامس. فيكون عندك طاقة ليها علاقة بالجديد، كل حاجة عايزها جديدة في حياتك، عايز تعمل تطوير، عايز تغير، عايز إن أنت تتجدد، عايز إن أنت تصلح علاقاتك، وعايز إن أنت تبتدي من جديد، وعايز إن أنت تدخل في إطار جد في العلاقات، وعايز إن أنت تبقى حياتك مستقرة على مزاجك، وأنت بتسعى كتير إلى هذا الأمر. ده بشكل بسيط جدا توقعات شهر يوليو لعام 2022. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.